مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. كيفكم؟ شو اخباركم؟ كيف صحتكم؟ طمنوني عليكم، يا رب تكونوا باحسن الاحوال. عم بحكي وعم زبط شعراتي. هيدا اللوك اي ثينك ذير از ا ترند اسمها ام كولد، ولا ذا كولد ميك اب لوك، خصوصا للمناطق الكتير مسقعه، خصوصا للمناطق اللي فيها ثلج. اذا بلادكم فيها ثلج مثلا المغرب، لبنان، ماني متأكدة على البلدان الثانية، الناس اللي بتروح تعمل سكي، هيدا الميك اب يلي it's kind of cold undertone ولا with a cool undertone، لأنه لما بتاخدوا لسعة شمس ولا يكون كتير مسقع برا and then بتروحوا على مطرح دافي بتحسوا إنه وشكم هيدا السقعة كليتها بتقلب لحرارة سمها. اللون بيكون عاطي على pink، كأنه عروق طالعة من وشكم، if you know what I mean. أنا شفت فيديو ل an amazing makeup artist وعندها حتى براند اسمها ليزا و she's British، زائد أنا جبت makeup من عندها، that's how أنا شفت الميكاب. حبيت إنه أعمل recreation لإله بالمنتجات اللي عندي وعلى حسب يعني مقدرتي اليدوية. I hope إنكم تنبسطوا بالفيديو. makeup بسيط جدا جدا جدا. انا طلعت من الشاور وعملته، بدي اشيل هيدول لانه كبسوا على دني، خصوصا انا جوع، شعري بعده نص منشف، ما نشف كلياته. ويلا اذا بدكم تعرفوا هلا كيف عملت الميك اب وخبصت بشعري، keep on watching. اول شيء راح استخدم الروز هايدريتين اي جيل كريم من عند فريش تحت عيوني، وبدي صراحه اشتري شويه كريمات لتحت العيون من اماكن وبراندات مختلفه لحتى اجربهم، بس لحد هالدقيقه هيدا كتير حلو. بعد هيك راح استخدم لانيج هايدريتين كريم بانك، بتصور اسمه، كانت جاني شوي اي ثينك هذا البوكس جاني هديه مع مشتريات سيفورا بعيد ميلادي. الكريم رائع رائع، لانيج براند صراحة والحق يقال رائعين، منتجات لحد هالدقيقة اللي استخدمتهم هني تقريبا شي 3 ولا 4 منتجات. بعد هيك رح استخدم الميك اب فور ايفر ستيب 1 سكين برايمر، ماتيفاين برايمر للبورز، كمان هيدا المنتج رهيب جدا، البروفيشنال من عند بينيفيت صراحة اخذ سمعة وخلاص راح فل لوحده. بعد هيك اخذت لو كوريكتور من عند شانيل، وهيدا من المنتجات يلي ما عم بلاقي البديل لإلها الصح، منتج صار لي سنين عم بشتري، جربت القليل والكتير وبرجع أرجع له، استخدمت كمية كتير صغيرة. هون احترت بين الجول باكستيج يلي وجعت لكم راسكم فيه وما بين الميك اب فور ايفر ريبوت، و ما يعني رحت على الديور باكستيج لأنه بدي شيء خفيف جدا. هيدا الفونديشن ولا هيدي الفونديشن يعني حكيت عليها صار لي سنوات الضياع، فيها تكون اكستريملي لايت، فيها تكون ميديوم، فيها تكون فول، هي بيلدبل، فيكم تبنوها، زائد هيدي الدرجة مع انه شوي غامقة على وشي، بس وات تو دو. اجين من كمان الكونسيلرز رائعين جدا، التات شيب تيب، ان شاء الله بالفيديوهات الجاية رح استخدم غير منتجات غير كونسيلرز، وراح اشتري واشتريت غير كونسيلرز، بدي اعمل فيديو مشتريات اللي صار لي سنين عم بحكي عليه، هني فيديوهات مشتريات، وغطيت طبعا اي شيء بدي اغطيه. هلا to the fun part بالنسبة إلى البلاش، بعرف إنه من كم سنة ولا صاروا يعني في خدم كل هدول السنين، رح استخدم أنا هلا على فكرة الباليت من عند الميك اب فور إيفر تقريبا سنتين ولا 3 سنين، في ترند كانت بتدور عن جد بتبكي، أنا عم بحكي عن حالي، ما عم بقول إنه الناس مش منيحة، بس الترند ما عجبتني، وطبعا كل واحد بيكون عنده ذوق خاص لإله. هذه الترند كانوا الناس بينزلوا 50 كيلو بلاش على الوجنتين اسمهم، على الخدود وعلى المنخار، وكانت الطريقة عم بحسها كتير غلط لأنه كأنهم I don't know what to say. ما رح أقول فيك لأنه الميك اب طبعا بيكون فيك، بس أنا هون عم بحاول على قد ما أقدر بحركات الطبطبة لندمج المنتج بالطريقة الصح، لأنه لما بننزل خصوصا البلاش أول شيء الدرجة بدها تكون with a cool undertone ولا cold undertone ولا undertone على أزرق، فهدول اللونين اللي أنا استخدمتهم كتير يعني مسقعين ال undertone تبعهم، زائد ما فيهم لمعة. رطبت شفافي كمان من براند فريش
روز بيتل، مع انه فيها ريحه روزز شوي قوي، بس كمان المنتج خيالي. ورجعت عم بدمج الاحمر الخدود، برجع نوي على هذه النقطه لانه نحن بدنا كانه الدم عم رح ينط من خدودنا، اوكي؟ فبدنا اول شيء يكون لون الدم باساسه it's kind of هين البرايت ريد، يعني اللون الدموي هو it's a cold، عنده cool ولا cold undertone. هلا I'm just rambling، يعني مش عاطي على اورنج، وهذا شيء كتير مهم. بعد هيك وطبعا وزعته باصابعي، تبتت بايد كتير خفيفه باودر من عند لانيج، ما فيها كتير لون، مش ثقيله، فيها لمعه خفيفه جدا، it's extremely natural. فتبدت فيها مناطق اللي نزلت فيهم الكونسيلر والفونديشن. رجعت للون الغامق، هيدا التوتي الغامق، it's a wine color actually، نبيدي الغامق كمان with cool undertone. فعم باخد شوية صغيرة وعم بحطه وعم بوزعه على خطوتي بطريقة الطبطبة. تبت طبعا الأحمر الخدود الكريمي اللي حطيته، استعملت من عند الكلينيك، هدول اسمهم pop شي شغلي، كمان with cool undertone، وتبتت شوي كتير صغيرة. بالنسبة لعيوني حطيت كحل أسود من عند Makeup Forever الـ XXL Aqua شي شغلي على أسود، ما بيسيح، it's waterproof بالووترلاين الفوقانية. أما بالووترلاين التحتانية استخدمت أنا من يود من عند السيفورا. هيدا الهايلايتر من عند بيكا اسمه Amethyst شي شغلي فايلت، يمكن عمري ما استخدمته بعده بورقته، تخيلوا عندي كتير ميكاب بعدهم بالورقة. الهيو تبعه عاطي على بيربل، زائد again it's a cool undertone. فأخذت نتوفة كتير صغيرة بأصابعي وكمان بحركة الطبطبة وزعته على ظهر عيوني. apparently هذا الميكاب الفرشاي الوحيدة اللي استخدمتها تابع الفونديشن بالأول، وزائد هلأ من خاري. من خاري طبعا الله يأجركم، هيدا المرض تبع الكونتورين تبع من خاري اللي عندي، استخدمت فيه الهولا لايت لأنه خفيف جدا وبارلي إيز دير. زائد تناية ترموش من عند ديور أونلاين باكستيج، هيدي التناية كمان رائعة رائعة. استخدمت ماسكارا من عند إيسنس اسمها لاش برينسس، كمان رائعة رائعة. apparently كل المنتجات اللي استخدمتهم الميك اب بهيدا الفيديو حباهم كتير مش شوي. فحطيت ولعم بحط ماسكارا برموش التحتانيين وبرموش الفوقانيين. بعد هيك قررت انه ما استخدم شيء قوي لحواجبي، استخدمت قلم من عند كيكو قلمي المفضل، I think رقم 01، كتير خفيف خفيف جدا جدا جدا. زائد استخدمت ماسكارة الحواجب من عند إيسنس كمان، I think رقم 01، يعني افتح شيء موجود بس لما الشطون يكون فيهن kind of dimension. وبعدي بعد هيك البيلو توك ليبستيك من عند شارلوت تيلبري، again هيدا الليبستيك والليبستيك السبعها واو الجودة، they're very creamy ورائعين وحلوين. حطيت نفس اللون النبيدي من الميك اب فور ايفر اللي حطيته على خدودي، حطيته بنص الشفة الفوقانية والتحتانية. هلا من عند ويت ان وايلد الليب جلوس، هو شفاف مع انه مبين انه على بينك، حطيت منه شوية صغيرة. وراح استخدم الهايلايتر الابيض من باليت ديور باكستيج، انا شارية واحدة جديدة راح احكي عليها بمشتريات الديور لانه نزلوا تقريبا شي 2 ولا 3 تانين. بعد هيك شي شغلي بومب اسمها من عند فانتي بيوتي، كمان انا عندي 2 وشارية الثالث، بس هيدا اللي على ايس رهيب رهيب، ما فيكم تتخيلوا قد ايه حلو، خصوصا لما بتكونوا برا ويكون يا اما الشمس ضاربه فيكم، يعني ضاربه الاشعه فيكم، او النور ضارب فيكم، هيك نحن بنقول بالمغربي ضارب فيك الضو، لما بيضرب النور فيكي يا الهي قد ايه بتكون حلوه وجميل. دول هني حطيت الباف تبع الدينين، تتذكروا اشتريتهم من لندن من كم سنة؟ هيدول هني. يا رب يكون عجبكم الفيديو، إذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا بالقناة. بشوفكم فيديو جديد وتانكس أبيزيلين فور واتشين. باي باي.